قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بعث معاذا إلى اليمن مفقها ومعلما وحاكما. وهذا الحديث فيه فضيلة معاذ رضي الله عنه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر هذا الحديث أيضا الألباني رحمه الله تعالى: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وذي جماعة فيها فائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على نشر الدعوة، وهكذا أصحابه في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، معاذ ابن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، ديل مشوا اليمن، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مشى الكوفة، ومعاوية رضي الله عنه، وأبو عبيد عامر ابن الجراح، وخالد ابن الوليد، وبلال المشي الشام، وعمر بن العاص ذهب إلى مصر، وجعفر ابن أبي طالب ذهب إلى الحبشة. وهكذا كانوا ينشرون دعوة الله تعالى. شوف مصعب بن عمير امشي المدينة، دحية الكلبي امشي لهرقل، وهكذا كانوا ينشرون دعوة الله تعالى. والدعوة جماعة بتحتاج لنشاط، ودي دعوة الله، ما دعوة جماعة من الجماعات أو حزب من الأحزاب أو طائفة من الطوائف أو شخص من الأشخاص. وطالما هي دعوة الله سبحانه وتعالى يبقى ما في شيء بيقف قدامه، في ملوك ويقفوا قدام الدعوة انتهوا زي فرعون. يعني في النهاية البحر الكام بيتبجح به وكذا وكذا وكذا، وهذه الأنهار تجري من تحت، الله غرق فيه، غرقوا فيها. وفي ناس كان عندهم قوة في الأبدان، وزادكم في الخلق بسطة زي عاد، الله أهلكهم. وناس كان عندهم أموال زي قارون، وفي النهاية فارقوا الدنيا. وأي زول يا جماعة في الحياة دي مخذول ياهلو بيقف قدام دعوة الله سبحانه وتعالى. لكن الموفق الذي يدخل في قول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شوف الآية دي زي ما ذكر الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في تحفة المجيب، قال الآية دي إنها بتبين لك إنه الصحيح الزول ينتسب إلى الإسلام. قال: وقال إنني من المسلمين. لا تنتسب لطائفة لجماعة ولا لحزب ولا لطريقة ولا لشيخ ولا لمفكر ولا لدكتور ولا لبروف، خليك من المسلمين وتستقيم على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. لأنه يا جماعة الزول الدين داير منه شنو؟ داير من الدين شنو؟ داير الله يرضى عنه ويدخله الجنة. والله سبحانه وتعالى بيّن لك طريق الرضا وطريق الجنة. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار إلى آخر الآية. ده طريق الرضا وده طريق الجنة، خصوصا في بلادنا هذه. بلدنا دي ذات عجيبة والله، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. طوائف الاثنين 73 تلقاه قاعدة جوا شت، البنجو والبهلك بهلك الطوائف تلقاه كلها قاعدة، وقد مرات تلقاه في جامع واحد كله. الله العافية، يعني الإمام بيكون شغل ذاته كثير، ولا بالصف الأول والصف الثاني، شغلة عجيبة. ناس بيصلوا في صف واحد، أي واحد بجنبه، ده عقيدته في داك وده عقيدته في ده وده عقيدته.
يعني كان الجامع ده جاته حاجة من فوق نازلة قالوا إياك نعبد شك وإياك نستعين. أي واحد بيستعين بجنبه قليل اللي بيستعين بالله سبحانه وتعالى، مكتوبة في اللواري وفي البصات كده. أصبر شوية لكن دار أوريك إنه شنو أول فائدة يا جماعة، إنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على نشر الدعوة. يا أخي بيعلم الغلام في سنن الترمذي صحه الألباني من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وفي لفظ ذات يوم، فقال: يا غلام غلام إني أعلمك كلمات. بيعلم النساء ويعظ: رأيتكن أكثر أهل النار، ويبين لنا السبب، ويعظ الرجال ويعظ الكبار في السن وفي المساجد بل على ظهر الحمار يعظ. قال معاذ رضي الله عنه في البخاري ومسلم: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ إني قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. الفائدة الثانية يا جماعة من فوائد الحديث ذا، قال القرطبي رحمه الله تعالى: قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فيه تهيئة للداعية، أي يتهيأ للمناظرة. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وراه حال ناس ديل ما ناس بتاع أصنام ولا أوثان ولا بيعبد النار جهل زاي ديل، حتى الكافر فيهن والمشرك فيهن. وأي زول من أهل الكتاب سمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بها فهو هالك، كما جاء في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، وفي لفظ إلا كان من أهل النار. وراه قال للناس ديل أهل الكتاب، صح حرفوا الكتاب وعندهم لخبطة لكن يتهيأ لهم. ومعاذ قدر المهمة دي، هو قدره لأنه من علماء الصحابة مع أنه مات وهو شاب عمره 38 سنة، لكن برضه هو قدر المهمة دي. عشان كده الداعية إلى الله تعالى يكون مهيأ تبلغ التوحيد، تبلغ السنة وتجتهد ليل ونهار في العلم. هذه بتمشي كثير من المساجد بيسألوك أسئلة فقهية وهم ما قصدون الفقه، قصدون يجهلوك. تمشي بعض المساجد يسألك يقول لك: ما هو النتر؟ وما هو السلت؟ وما هو كذا؟ والقصد التجهيل، ما اصلا ما قصده دار معلومه شنو يستفيد منها. انا مشيت مسجد هنا في الرميله، اول ما وقفت قال لي: ما هي فرائض الوضوء؟ قلت له: بديك الايه فيها الفرائض ذاتها بتاعت الوضوء. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية. هو سألني دار يجهلني والله، قال لي: والله التعالم والله. قلت له: أنا ما جاهل وما عالم بين ذلك والله، التعالم. قال لي: آية بس اديته الآية وما فعظم منها. قال لي: التعالم. قلت له: لا أنا عالم دي كبيرة شوية وجاهل دي شوية صغيرة، بس خدتني في النص كده لخبطة. يعني في النهاية القصد شنو يا جماعة؟ القصد في النهاية التجهيل. يعني هو زول جل جامع ودخل جوا المسجد ما عارف يتوضأ، عارف الوضوء وعارف الإجابة لكن في النهاية دي. ولذلك يا جماعة الإنسان الداعية إلى الله تعالى يتهيأ كما هيئ معاذ رضي الله عنه، خصوصا في بلادنا هذه. والآن في هجمة شرسة والله معروفة، وأي زول عنده غيرة
حبة غيرة على الدين بس بسيط، حاسب الهجمة دي، حاسبها أخ. تنفير، سخرية، إقبال على الدنيا، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، والناس كلها شاكية لأنه ده السبب. قال ابن القيم رحمه الله: والهموم والأحزان والآلام سببها أمران: الإقبال على الدنيا والحرص عليها والزهد في الآخرة وقلة أعمال البر. قو مقبل على الدنيا ويعظم هلا وتلقاه عنده يعني قلة عمل صالح، ما يجتهد في الطاعة، شكل تلقى مهموم متضايق، بعد شوية كل مرة بيقول السبب كذا والسبب كذا، بعد شوية يضعم في الدين. والله الذي لا إله غيره. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث، وهي مهمة للغاية، أن الدعوة لها أولويات، فيبدأ بالأهم ثم المهم، يبدأ بالأهم ثم المهم. أهم شيء في دين الله تعالى وفي دعوة الله الدعوة إلى التوحيد، وده يا جماعة قبل الصلاة وقبل الطهارة وقبل الصيام وقبل الزكاة وقبل الحج وقبل أي شيء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دعوته كل الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. دعوة إلى التوحيد، كل الأحزاب الموجودة الآن، كل الطوائف عندهم تقصير في الموضوع ده، كلهم كلهم من غير استثناء عندهم تقصير في الموضوع ده، بل بعضهم وده الغالبية ضد الموضوع ده، وما عندهم خلاف معاك إلا هو في الله واحد ده. أي مسجد تلقى فيه ممنوع الحديث إلا بإذن السبب التوحيد، والله ما في سبب غيره، ما في أبدا. وأي طائفة تقيم المؤتمرات والكلمات والندوات وغنوات تتكلم وجوطة وكذا 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 وكذا، ما في توحيد حق الله، ما في، بس حق البشر تحت، وحق البشر يجيبوا كيف وما عارفين، والله ما عارفين. وإنت لو قلت التوحيد وكذا يقول لك يا أخي امشي يا أخي، تلعبوا باسم الدين يا ديل، ما نحن ديل ديلك انت ما عارفون، وده قاعد لاسي ما عارف يميز الكيمان، وكلامه لعب باسم الدين في جانب معين، مسكوا البلد أكلوا سووا إلى آخره، ناس معينين، ناس فلنعم أنا ما دار أجيب أي اسم مبشرك بس، لكن بشرح لك كده إن شاء الله جلابية بجيب لك بجيب النص إن شاء الله، شفتها؟ فلنعمل سويا فيما اتفقنا فيه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه حقيقة في هذه الأطر والمرحلة القادمة. ثم إنه لا بد لما مشوا، شفت ديل بس يا هو كلام الطعن في ديل بس، وأنا ذاتهم عندنا معاهم مشاكل، يقول لك ديل أكلوا باسم الدين، طيب ذاك لابس زي طرحة كذي ولابس مرقع جاري ساري الليل، ده ما أكل قروش باسم أنت، البياض ده شنو؟ البياض مش قروش يا جماعة، في محايا مجاني ولا بقروش؟ والبخرة مش بقروش؟ والجنة انولد بوقيتين وينبت بوقية واحدة، ناس ديلك بتاعنا قالوا دارين حرية وكذا، ما بهاجموا ديل، هسي ديل ما ظلموا المرأة قالوا بوقية واحدة والولد بوقيتين، ما تهاجمون؟ موضوع ده حار، موضوع التوحيد ده دل برضي الله وحار، ما عنده وجيع، ما عنده وجيع، ما عنده زول بيزعل له، مع انه الصحابه كان هو اللي بيزعلهم وكان هو اللي بيغضبهم في صحيح البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: جاء ابو سفيان يوم احد
ومن معه من المشركين، فقالوا قال أبو سفيان أفيكم محمد؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكت الصحابة بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اطمأن أنه قد مات قال خلاص مات، قال أفيكم ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكت أبو بكر رضي الله عنه، فقال أفيكم ابن الخطاب؟ فلما ظن أن هؤلاء فارقوا الدنيا قال ليعلو هبل، خلاص وكده ديل الكبار ناس التوحيد الكبار ما فيشين، خلاص البلد دي بعد الجوط، ليعلو هبل هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترد عليه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقالوا الله أعلى وأجل. فقال لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترد عليه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقالوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال كرة كيوم بدر. فقال عمر قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، انتهت الموضوع، انتهيتوا انتوا، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فأهل العلم أخذوا من هذا الحديث غيرة النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد. يعني قبل لما قال أفيكم محمد رسول سكت، أبو بكر سكت، عمر سكت، مما وصل التوحيد ليعلو هبل على الرسول ما قدر يسكت، لأن الموضوع ده بحرقه، لأن دي القضية العظمى، والله رفع ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هسي دارين رفع ذي الجد، ما في واحد مرفوع زي الرسول عليه الصلاة والسلام، ما في دقيقة في العالم في الأرض دي كلها دقيقة تمر إلا واسمه في المآذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما في زول مشهور أبدا زيه، وما في زول مرفوع في الدنيا والآخرة زيه. وطلع القمر فاتن، طلع السماوات السبعة فاتن كلهم، ما في وما في قائد زيه، وما في زول عنده كتاب، الكتاب ده ما تمس بحرف إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لليلة قبل 1400 سنة لليلة القرآن السنة إلى آخره، ما فصلا ما في، وما في ذول أصحابه زي أصحاب رفع جاب الدين وبالحق. ولذلك يا جماعة أنا نرجع للحديث مرة ثانية، نقول أول شيء يبدأ به الداعية إلى الله تعالى التوحيد، والتوحيد ليس مرحلة، ما مرحلة الآن التوحيد بعد فترة نخليه ونمشي، لا لا، توحيد معه أشياء تانية، توحيد صلاة، توحيد طهارة، توحيد صيام، توحيد زكاة، حج، صلة أرحام، بر والدين، إصلاح ذات البين، تبرج، المسائل دي كل توحيد، محاربة التبرج إلى آخره، لحد الموت، لحد هو في فراش الموت. قال لعنة الله على اليهود والنصارى قبل أن يموت بخمس، في البخاري لعنة الله على اليهود والنصارى، سبب شنو؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. وذا جماعة رد على كثير من الطوائف الموجودة الآن في المساجد وفي غيرها، أول ما تجي تتكلم في التوحيد يجوك جماعة، أي زول براو، واحد يقول لك موضوع ده عارفينه، ثاني يقول لك ما تهبشوا الناس، الثالث يقول لك أزمة ثم عندكم غيره، الرابع يقول لك يا مولانا طهارة، طهارة دي الصلاة، واحدين ثاني يقول لك لا النازل بيموتوا بلفلفون سائل كفن كيف، واللي هو صلاة الجنازة، واحدين تانيين بيجوك يقول لك يا مولانا الشارع ده ما فيه بنات لابسات بناطلين،
واحدين الجامع ده كله قليل اللي بيقول لك جزاك الله خير عليك الله. موضوع ده تاني تعالى الدين فيه قليل قليل، لأنهم ما عرفوا دعوة الله سبحانه وتعالى. جماعة الله قال في القرآن قل هذه سبيلي أدعو إلى منه؟ إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والمشاكل دي كلها سبب ضياع التوحيد، والله سبب ضياع التوحيد. شكي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في الجزء 15 لما تناول سورة يوسف في التفسير، وأخذ يثني على يوسف عليه السلام، قال خير بين الشهوة والحبس والتهديد وإشانة السمعة والمكوث في السجن بضع سنين والذل والبعد والإخراج من القصر إلى المهانة. قال اختار هذه الأمور كلها وقدمها على الشهوة، على نيل الشهوة، قبيل ابتلي فيها، قال على نيل الشهوة وعلى المودة، كان امرأة العزيز بتحبه لو طاوعه، وعلى الرفعة لأنها كان لها تأثير على زوجها وزوجها عزيز فكانت تقربه إلى زوجها، والمكانة وحسن السمعة كانت بتثني عليه، وعدم السجن و إلى آخره. قال فاختار ما عند الله فأخرج من السجن ليصير وزيرا، ومن الشهوة الحرام إلى الحلال، ومن إشانة السمعة إلى حسن السمعة بلسانها. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق هسي ظهر، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. لمن البراءة تجي من الخصم ما فقوا منه، زول لقات لهم من الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. بعد ذكر القصة دي قال وسبب ذلك وسبب العشق خلو القلب من محبة الله وضعف الإيمان ووجود الشرك في القلب، فإنها كانت مشركة وهو كان على الإخلاص والتوحيد فنجاه الله من العشق. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا شنو المخلصين. شفت مشاكل الشباب ده الكت يا هو التوحيد ده، والله القلب ده يتملي توحيد تاني لخبة تماف، والأحكام دي كلها تاني بيقبلوها تاني ولا بتحتاج نقاش كثير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والرسول عليه الصلاة والسلام رد على الطوائف ديل كلهم، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى يوحد الله، فإن هم أطاعوك لذلك التوحيد ده قبلوه وأطاعوك في أمر العقيدة والتوحيد بعد ذلك فأخبرهم أو فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، لكن ما تعلمنا الصلاة من غير توحيد. دول يا أخي بيكبر الله أكبر كذي يوزينه مع الكتف ولا الأضان يهبش أضان واحدين بهبش وتلقى متعصب الله أكبر وجوه في فكي الله أكبر دي شنو انت قلت على شنو يعني عارف معناه شنو الله أكبر وجوه في شيخ وفي بيجاي دجال وفي بيجاي حجاب ومعلق له 100 حاجة في يده والله مشغال بيقرأ دعاء الاستفتاح بعد شوية الاستعاذة والبسملة بعد شوية يقرأ الحمد لله يا رب العالمين. رب العالمين يعني شنو؟ يعني هو الربان، هو الخلقون والبرزقون، وهو المالك لهم، وهو المدبر، وهو الذي بيده كل شيء. وبعد ده
مش ليله واحد اكتب له ورقه ولا رزق، انت رب العالمين ده اللي بياكلك منه واللي بيرزقك منه. الرحمن الرحيم، وعقيدته في الله سيئه، انه الله ما بيقبل مني الا مش لي فقير، يعني يا الله الا اجيك بيدل ده كذي، يعني يا الله انت لو جيتك عديل شوفي ساعة الظن كيف، يعني انا لو جيتك عديل ما بتديني الا اجيك بيدل ناس فلان وفلان، انت كذي بتديني يا الله. عشان كذا الله سبحانه وتعالى وصف المشرك انه ظنه في الله سيء. والله قال يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله بتنادون في الشدائد يا فلان ويا علان والحقونا وافزعونا، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب البنادي غير الله، والمطلوب البنادي ذاته ضعيف. الله قال لك سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، ما عظم الله حق تعظيمه، ما عرف الله سبحانه وتعالى. يا أخي يا تمزيد والله يسل، أنا درست كتاب في الفتيحاب كتاب عمدة الأحكام، والله يتقبل درسنا الكتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع والمعاملات والطلاق والى اخره، خلاص مش فقه، مش قالوا دارين فقه، ما يكاد يمر درس او درسين الا مشاكل نقاش في الجامع، مش مشاكل نقاش في الجامع في الطهارة دي. يقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال في البخاري ومسلم كذا وكذا، يقول لك اسمع العشماوي كيف، والما قرى الصفتي ما يفتي، والما قرى العزية صلاته من غير نية، والأخضري وابن عاشر أها، والمالكية قالوا شنو في المسألة دي، ومرات دول بيناقشني ما حافظ الأقوال ذاته، يعني في المسألة لما يقول لي كذا اذكر لنا أها القول أقوالهم شنو، ده في الفقه. يعني مو شسم يقول لك اتكلم لنا في الطهارة والصلاة، أسي لو فتحتها المواضيع دي كلها بناقشوك فيها. في الصلاة دي بيختلفوا معاك، رسول قبض هم بيزدلوا، رسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة دي ما بيقنت إلا في النوازل، هم كل يوم يقنتوا الفجر، رسول عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة بسبح بيستغفر وبسبح وبيدخل حجرة من حجرات زوجاته، كل يوم كده كل صلاة بيعمل كده، هم لا بعد الصلاة إلا يشيلوها فاتحة يا خدتها، لا إلا نشيلها. ليه؟ يعني في الصلاة وفي الطهارة بيختلفوا معك، والله ما يتفقوا معك، والله الناس أبدا ما يتفقوا معك. عشان كده اتفاق الناس أول شيء العقيدة. اليوم التوحيد ده استقر في نفوسهم، عليك الله اديني مثال لواحد بالصحابي واحد، الرسول قال لهم أعملوا كذي قالوا ما بنعمل، ولا دارين قول تاني ما في، لأنه زمان البسلم ده لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلاص عارف معناه، بيخش موحد وتاني أي نص بيجيه ما بناقش فيه. عشان كذا الله حصر، الله سبحانه وتعالى حصر، قال إنما أداة حصر، إنما كان قول المؤمنين، قول واحد ما عندهم اثنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما في حاجة ثالثة، وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ولذلك يا جماعة توحيد ده، وإياك تظن إنه وصلت مرحلة بتستغنى عن التوحيد، دار المواضيع الثانية ما في مرحلة زي، شوف نوح عليه السلام 950 سنة موضوع واحد مع النازل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، 950 سنة لما قالوا لي يا نوح
قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. والله والله سبحانه وتعالى قال واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كرمكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ده هو الموضوع ما في غيره. وتجي والتوحيد وإنت نشيط ما كسلان تجي قدام الناس وكسلان وتعبان إلى آخره. نشيط وجاء من أقصى المدينة رجل شنو يسعى يسعى موضوع حاربه موضوع مهم وجاء تكلم مع إنه موضوع موت ده بجيب موت وكتلوه في النهاية كتلوه. تقال كتلوا الأنبياء وكتلوا أتباع الأنبياء في شنو؟ فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم موضوع ما بتهوى نفوسها للشرك ضايقوا منه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات سورة الحج وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آيات ضايقوا ضيق. ليه؟ الله واحد الله واحد سبحانه وتعالى ضيق في النفوس وده المناص ودي السعادة وده الراحة. والله الناس ما ترتاح إلا بالتوحيد ده. والله ما في راحة أبدا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. شوف يا أخي قوم يونس ديل شوف لما آمنوا الله قال متعناهم إلى حين. والله لأنهم وحدوا الله سبحانه وتعالى. شوف بلدنا دي أسي زراعة راقدة موية صافية وأي شيء شباب فيه كرم راقد ما يوتى في الفيسبوك كتبوا شنو لك البلد اللي بيقولوا تفضل قبل ما يعرفوا الضيف وصدقوا فيه دي صدقوا تب صدقوا ورجال ويمرقوا يشتغلوا وتعبانين إلى آخره والنسوان إلى آخره. وبعد ده زراعة راقدة وأغلى شيء الأكل من أغلى الأشياء أراضي الراقدة أراضي دي كذا أمرك بس شارع الشمالية دي بس خلي تاني بس زلطة الشمالية ده بس أمرك. بعد ده الناس متضايقة قاعدة هنا ضيق ده شبر حقي وأمشي المحاكم شوف نسوان راقدة في البيوت وبر البيوت عليك الله أمشي المحاكم شوف الطلاقات شوف المشاكل. الناس دي متضايقة ليه؟ ما في بلدنا دي شد كلها ما شفنا نفر واحد ولا سمعنا به ربط حجر من الجوع فيه لقاك انت حجر من الجوع ربط زول عليك الله اطلع عصي فوق الجامع دعايم بس تلقى الطباقة بتاعت الديجيتالات ناس دي زول رزق راقد. والله العدد اللي في البيوت بتاعت النزوان شفتها تزوج ايام البلد دي شد عدد راقدة ساية. طيب في الضيق الضيق ده سببه شنو؟ يا هو سببه في لخبته في نص الزراعة بتلقى لك سورو مقلوب قايم كده في ناس لافين بيه وناس بيسفوا في التراب يا ناس أكلوا الزراعة دي سمعة لا يأكلوا في التراب تجيب حصوة مستشفيات اتملت وكثير غشون. والله يا ما زول الفكذاته بيعايا بيمشي المستشفى بيمشي المستشفى ودو حقنة حارة الحقنة ولا المحاية حارة الحقنة لكن هو مقتنع انه محايته دي لا بتنفع ولا بتضر بديها للمساكين ساي لقط قروشهم. والله يلقط القروش وهو لما يمرض ما بيشربها بيمشي المستشفى وبل يمرق برا البلد ويسوي القصايد ويسوي 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 يأكل في الجماعة في المهيوبة والعصيدة الحامضة يقول لهم دي فيها بركة هو يأكل في العتان دي كيف دي كابتن ماجد ولا رويال داك بركة تقيف ضدهم
دنيا تقوم وما تقعد. والله الذي لا إله غيره ماله الأسواق أسل وجزول ببيع غنابل برا في الشارع وببيع الغام، مش أقرب زول بيفتح بلاغ لكوي إن أنا أشوف بيجوا ماشيين من المدارس الغام دي يمكن واحد يقوم ولا الغنابل دي، لكن تلقى واحد يبيع في الحجبات عينك يا تاجر، دي الطواقي بيجاي ودي الحجبات بيجاي، دي تغطي الراس ودي تغطي القلوب كله قاعدة في السوق. واحد في سنار مشينا جنب المحلية، البيت جات قالت لي والله عمك كبير هو لابس نظارة عينه ما قدر يعالجه، بعدين البيت جات وقالت لي والله وجع في الكلوة، فتشت البلد دي كلها ما تعالجتها. قال اه صبري شوفي شوية، فتش شايل لها طبات صغار كذي قدر اللي هنا قشة الكبريت، شفتي دي؟ ثاني اساليني قال من مرض الكلوة وجع الكلوة، مشت ادته قروش. جاء ثاني واحد ثاني قال لي يا شيخ انا شكت لك واحد قلت لك الزول اللي عنده سحر وسوى لي سحر وانت اديتني حطبتين من الديل صغار ديل، في واحدة وقعت واحدة قاعدة، بس قال لي وقعت دي ذاتها نديك واحدة محلة ثاني، فرق كده اداه حطبة اداه قروش شال، وهو نظارته كبيرة ما عينه ما عالج. والله الذي لا إله غيره لا هوس يا في البلد، عشان كده شوف والله بلد ما تمشي لقدام إلا يرجع لي الله سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله غيره، وما في أمن ولا فراحة إلا بالتوحيد ده. كلامنا ده ما قاعد يقبلوه، سمعوا للسياسيين لما انفتروا سياسيين يتكلموا حقيقة وينبغي، وكان لقينا 7 مليار مشكلة دي بتتعالج، 8 مليار دولار وكذا، وقبضنا بغادي وسوينا وكذا وكذا، شغلة قاعدة ما تحلت. سمعنا للكورة ناس الكورة سمعنا لهم لما انفترنا، وخط 18 وقرب وغتاه وشال منه جون ما حلوا أي مشكلة. وسمعنا للفنانين غنوا وصرخوا ميكروفونات ما حلوا لنا مشكلة، ديلك بتاعنا النكات ما حلوا مشكلة، بتاعنا الكوميديا مالوا البصات ما حلوا مشكلة، ادونا الآيات والأحاديث ما دار يسمعوا، ديلك تسمعوا لهم يا كذا تجرب بالراحة كذي، بس جرب الجباب دي تبقى فاضية ما بزول، حجبات تتقطع، المحايات تتكشح، والبخرات يدعوها ما يحرقوها، والناس يتوحد الله، شوف البلد دي ما بترتاح كذا، بس جربوا بس اسبوع بس اسبوع بس، لكن الى الله المشتكى الى الله المشتكى. اذا لي اسي الناس بتقول الناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله اسماعيل، اسماعيل قبته وقعت فيه ما قدر يحلها، اذا لي اسي الناس متعلقه بالاموات في طيبه طيبه الغرشي نفرين طلعوا فوق القبه يبهوا فيها يبهوا فيها فوق، واحد وقع يتكسر وقتي والثاني وقع مات وقتي ما لحق المستشفى، ده جايبه له بيته وقع مات ما قدر يطلع يده من جوا القبر يثبته ولا اطلع فوق بهي زي الناس، لا وقع رب مات وما قدر ينجيه، ينجيك انت من اخر الدنيا والى اخره. لا نساوين لي السياخ في لحظات الموت اخر لحظات مره بقولوا لي عمره 80 سنه قريبه قاعد هسه في المحاضره، جيت معاه وانا بعربيته قال لي المره عمره 80 سنه واقفين فيها كده، ولا قولي بيقول لا هم في الموت لا اله الا الله، خلاص علامه الاحتضار ظهرت عليها، انف مالت والجلد اشتد شدت والسواد مشى بقى والكرعين بقت مشموطه واليدين، وخلاص دي اخر لحظه لا اله الا الله سامع لا اله الا الله شغاله يا ابو طلحه لا اله الا الله يا ابو طلحه، لمن اخر نفس مرقته مع طلحه ابو طلحه يقابل الله بيديه، حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا راحوا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. الله في القرآن قال ومن يدعو مع الله إلها آخر
لا برهان له به. قال الجامي هذه صفة كاشفة، ما بتلقى زول دعا غير الله بيقدر يقدم دليل. ما في هسه أنا دار رزق فلسته، يا رزاق أرزقني. قال له الدليل شنو؟ قولون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الدليل شنو عنده الرزق؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وفي السماء رزقكم وما توعدون إلى آخره. زول داير جنة، يا وهاب هب لي من لدنك رحمة، هب لي ذرية طيبة. قال له الدليل شنو؟ يقول الله قال في القرآن فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. مدد منه والذرية منه، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. جاءت كربة، يا رب نجيني من الكرب. يقول لي الدليل شنو؟ بقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لكن ادعى الشيخ ده، لو قال له الدليل شنو؟ بيقدر يجيب آية؟ بيقدر يجيب حديث حديثا صحيحا؟ ما في. لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ودي ردة، والله ما تسمع، دي ردة شغلة، دي ردة عديل كده. زي الوضو ده عنده نواقض، نواقض، اتوضيت 17 مرة، جيت أخذت لك نومة لما انشخرتها صحوك، بتخد وضو مع النومة دي و16 وضو بكون قاعدات ولا انتهى كله؟ كله انتهى. لو توضيت 20 مرة، زول لو عبد الله 90 سنة ومشى دعا غير الله ضيع عمله كله وخلى الإسلام 90 سنة. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن قل، سورة الأنعام، قل أندعو من دون الله، سؤال، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. بعد الزول اهتدى ويشهد وحد تاني يرتد، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. يا أخي الله سبحانه وتعالى قال في القرآن واسألوا الله من فضله، يا أخي قال في سورة يونس ولا تدعوا من دون الله، ما هو ده ضابط الدعية ده الله ولا دون الله؟ الله سبحانه وتعالى شغلتك نجيضة، دون الله انت تورطها. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك. والآية دي طبعا ما بصدقوها، والله ما بصدقوها، مش بيقروها بتجويدة، ولا تدعو من دون، يقول لك إخفاء، نون ساكنة بعد دال، الدال من حروف الإخفاء، إخفاء ما لا ينفعك، نون ساكنة بعد فاء، إخفاء. ولا يضرك، فإن فعلت كما شئت دعيت غير الله سبحانه وتعالى فإنك شنو؟ من الظالمين، تكون ظالم، من المشركين، لأنه الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لا دعلك حجاب، لا دعلك كمون في الطفل، لا دعلك في البهيمة حاجة، ولا في العربية دعلك لك جزمة صغيرة، ولا في البيت دعلك لك قرون، ما فيش. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قبل سنة ولا سنتين واحد كتب لي رسالة، قال لي نحن في مدني ولو بيت أنا في المستشفى
وليا 6 شهور في بطون جنة، والبدي رغوا ليا الشيطان كورك، قال ما وقفت الرغية بقتل الجنة ده جوا، بدل يواصلوا في الرغية وفي البغرة يحرقوا الشيطان ويحرقوا إلى آخره، قالوا يكفوا بعد، قالوا يكفوا خافوا على الجنة. انتوا رايكم شنو قال؟ وكما المرة دي سقطت الجنة بقتلها هي ذاتها، قال الشيطان. شوف الشيطان ده غتيت كيف، هي ذاتها ما سقطته الدكتور بقتلها هي ذاتها. والجماعة واحدين كذي يا زول، اقرا حرق وانتهي منه يا زول، شيطان بتاع شنو؟ لا تتوجه الى الله سبحانه وتعالى. واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. والله الله قال في القران واذا سالك عبادي عني، كان سالوك عني، اقريب ربنا فنناجيه ام بعيد فنناديه؟ واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، مش اذا دعا الشيوخ ولا اذا توسل لي بالفقراء، اذا دعان، لو دعاني انا بستجيب له، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا اخي الله سبحانه وتعالى قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الدعاء خفيا خير من الدعاء جهره لتسعه اوجه، منها ان الدعاء خفيا فيه جمع القلب، ثانيا لان العبد اذا وقف امام الملوك لا يرفع صوته، فالله تعالى احق بالتعظيم، ثالثا لان فيه قوه الايمان، فيه قوه الايمان، فهو يدعو الله خفيه وهو يؤمن ان الله يسمعه لا يحتاج الى رفع الصوت. ادعو الله يا اخي ضر عليه، انه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين. ادعو الحقونا وافزعونا ويا فلان ويا علان والى اخره، وبيجوا يصلوا لها في التلفزيون، واحد جابوه في التلفزيون قالوا له يا شيخ نظرة يا فلان يا ابو فلان رايك فيها شنو؟ قال دعاء الصالحين 2 الف وباء قسمه، هو غلط تقسيمه من البدايه غلط. قال ان اعتقد ان الله هو الفاعل الحقيقي فهذه تجوز، وإن اعتقد أن الله ليس الفاعل الحقيقي فهذه لا تجوز. والدليل قال نظرة وكذا، قال الدليل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، دليل على النظرة قال. والله الذي لا إله غيره في التلفزيون غش الجماعة. الفاعل الحقيقي الله سبحانه وتعالى، إذا قال إذا الفاعل الحقيقي الله إذا اعتقد يبقى بجوز. والله أنت إذا أصلا مؤمن إنه الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، الله ذا عنده أسماء وأسماء وأسمح من أسماء شيوخك ده، هسا خير أقول يا رحمن يا رحيم ولا يبتلتله أخير ياتو، أنت دار تتلتل ولا دار تتعالج أخير ياتو، يا كريم ولا يبقى رقاب ولا يفركه، ده قال مشى الجنه، بدل يجيب له حاجه سمحه من الجنه تفاح ولا يجيب له مانجا ولا برتقال ولا عنب ولا شيء، جاب لنا فركه من الجنه، والله النازل ما فيهم خير كله في الجنه، جيب لنا فركه سوق لي بيدي شات ما كفتك من الفرك والقموع والقمشان قماشات، جاب له فركه من الجنه يا كافي البلاء، وزول عليك الله مشى للجنة، الجايب للحاج يوسف وما شنو؟ زول وصل للجنة، ثاني زول الجنة دي بيمرق منها؟
لا يا نازل والله يا ما عجيبين. انا اقعد اقول يا رحمن يا رحيم يا كريم يا رؤوف، ولا يا ابو قرون، ولا يا ابو جنزير، ولا يا ابو عضلا سيف. اسماء ذات تحير وتخوف يا اخ، اسماء ذات بتاعت بعاعيد ذا في باع كل ذات. يا جماعه الانسان والله الله قال في القران بين لك براك، قال لك ادعوني انا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. المسألة الثانية في التوحيد مسألة علم الغيب، يمشوا عوط لنا الرائحة وجيب لنا سوي لنا الموضوع ده، الله حسمه لك حسم بات. قال لك قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، موضوع انتهى. وما يشعرون أيان يبعثون. هسي قبل 3 يوم أنا في شرق النيل واحد قاعد معانا قال الزول شاب مشى للست الودع، قال لها عندي 2، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، في مشاكل كثيرة بينات غيرة وكذا، أطلق يا الكبيرة ولا الصغيرة كذا، شوف ليه الودع ده، بدل تقول لي عرس الثالثة عشان شغلة تتوزن، لأن الموتر ما عنده حماير، لكن ركشة شنو بتقيف إنها عندها خلف. الشغل ده كان مسجل ورفعوه في غادي مشكلة، بعدين شنو؟ ولا كيف ولا مين؟ بعد ذاك شنو؟ انتوا ما تسجلوا التسجيلات فيها، المهم قال الوداعية رمت الودع، والله قال لي كذا، قال رمت الودع قالت لي طلق الكبيرة، أنا أعرف وزنتها بطريقة ما، قال يا حاج أنا عزابي ذاته، ما عندي مرة غشيتك زاي، والله غشيتك زاي، قال طلق الكبيرة والصغيرة. والله قال في القرآن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ودي يا جماعة مسائلنا الآن والله قاعدة في الساحة، ناس تعالج وتجتهد والناس تصلح، تتكلم في الصدق، تتكلم في الأمانة، تتكلم في الأخلاق، تتكلم في الاجتهاد. الله قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. بلدنا دي لو الناس اجتهدت في أمر الدنيا والدين بالحلال وبالحق الله أن يرتاح. نسأل الله العافية ونسأل الله التوفيق، ونحن لا نريد الدنيا بقدر ما نريد الآخرة. الإنسان في النهاية كلامه كذا يرجو ما عند الله، لأنه في النهاية أيامه بتمشي تلقى قدام الآخرة، وما في سعة إلا في التوحيد ده والراحة. شكي خالي بن وليد رضي الله عنه لما جاء يسلم في صفة الصفوة، شوف 20 سنة وقائد وكذا 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 وضد النبي عليه الصلاة والسلام، لما الله تاب عليه وجه عثمان ابن طلحة وعمر ابن العاص وجول الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فسلمت عليه بالنبوة، سلام عليك يا نبي الله، فرد علي السلام وتبسم، قال فلما تشهد نطق بالشهادتين، قال أتيت إلى أبي بكر الصديق فقلت يا أبا بكر إني رأيت في المنام، قبل أن أسلم، إني رأيت في المنام أني في أرض ضيقة جدباء، قال فبينما كنت أمشي إذا بأرض خضراء متسعة، فما تأويل ذلك؟ قال أبو بكر ذاك ضيق الشرك هداك الله إلى الإسلام، الله جابك للإسلام. نسأل الله التوفيق. الفائدة التي بعدها أهمية الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه فإنهم أطاعوك لذلك، أي في أمر التوحيد، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذه الصلاة عظيم أمرها، وقد ذكرها الله تعالى في كتابه في كثير من مواضع هذا الكتاب، وبين أنها من أعظم صفات أهل الإيمان، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر مجموعة من الصفات، ثم ختمها بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون.
فبدأ صفاتهم بالصلاة وختمها بالصلاة. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في الجزء الخامس عشر قال: ومن أراد التخلص من أمراض الشهوات ومن العشق فعليه بأمور، منها الإكثار من الصلاة، فإن الله تعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد قال الله تعالى في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا، عنده هلع، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. كان جاءه شر يشكل الناس، أقل مش أشوف المجالس دي إلا من رحم الله. أي نفرين أصحاب قعدوا بالليل يشربوا جبنة ولا بالنهار ولا في فسحة من الفسحات ولا في أي محل ولا راكبين في عربية، أي واحد يشكل الثاني: الله المرة دي في البيت، الشفعة دي شايل لهم هم، والأيام دي الظروف، والإيجار قرب، والناس دي كيف، والشغلة دي، وعندي مشكلة في البيت، وعندي مشكلة في الشغل، وعندي مشاكل كثيرة جدا، شكوى شكوى شكوى، جزع. وكان الله اداه خير بيمنع، كان الله اداه رزق يدسدس فيه، وبعدين تلقاهم من اغنى تجار البلد ويلبسوا جلاليب كيف مكرفسه وكذا، يقول لك ده السير ذاته، يقول لك السير في الكرفسه دي، لك ما شغل لا فيه، تلقاه ملانة زيت تحت وحاجات وجبنه وبتاع الجبنه مفلس اللي بيبيعها كلها، وذاك يكشع يقول لك ما في شيء في الجبنه دي، فيها جنزبيل ما في اي رزق ثاني، بس يا هو جنزبيل هذا هبهانا وهنا ما في حاجه. لكن في النهايه شنو؟ الانسان ده بيتضايق، كان الله اداه النعم بيبخل. الله قال سبحانه وتعالى: لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي، في اكبر من دي؟ لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا. لكن الصفات دي الذميمة دي بتتعالج بصفات حميدة، منها الصلاة. قال: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ومواصل فيها ما بقطعة، جامع ده تلقى مفرط فيه. وفي السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في البخاري ومسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. قال لك: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. شوف بدأ بالصلاة وختم بالصلاة. أولئك في جنات مكرمون، الله بكرمهم سبحانه وتعالى. وشوف الأنبياء لما الله يمدحهم ويذكرهم، شوف الصلاة. إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. قبلية فوق فوق: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. شوف إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. شوف عيسى عليه السلام:
إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. شوف موسى عليه السلام: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. كلنا الأنبياء ذلك. زكريا عليه السلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. كلهم الصلاة دي شفتها أصله ما تفرط فيها. وأي زول عنده معاصي عنده خطايا عنده بس الصلاة دي والدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي في صحيح الجامع من رواية معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الصدقة أو إن الصدقة تطفئ الخطيئة، أو قال والصدقة، ده نص الحديث، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. برضو صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والسلف كانوا حريصين أشد الحرص على الصلاة، ما كانوا يفرطوا فيه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم: من أحب أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين. زول عيان لما ما قادر يقف، لما نفرين بيجاي وبيجاي، وبعد يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. شو حرصون على الصلاة؟ عشان كذي بعضهم يموت في المسجد، بعضهم تلقاه في لحظات الموت الصلاة الصلاة. ذكروا بالصلاة، عمر بن الخطاب يتكلم يقول: لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. عبد الرحمن بن أبان ابن عثمان بن عفان مات في المسجد بعد صلاة الفجر غيره. فكانوا بعظموا أمر شنو؟ الصلاة. المسألة البعدة أمر الزكاة، وفيه ختام الحديث هذا الأمر. قال: فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أي زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الزكاة وأحكام معروفة وكذا وكذا، والحمد لله الناس عارفة، يعني كثير من الناس يعرفوا كذا وكذا إلى آخره. إذا المال بلغ النصاب وحال عليه والحول، يعني كمثال عروض التجارة، بعد ذاك الإنسان يطلع شنو؟ الزكاة، ويحتسب الأجر وتحتسب الأجر. جو شالوا ناس الزكاة لو مشوا أكلوها في بطون أنت تؤجر، وجو شالوها أنت سويت بينية خالصة وكذا قدمتها خلاص. في صحيح البخاري في رجل بالليل قام يتصدق بالليل، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قصته، قام من الليل فتصدق فأصبح الناس يتحدثون قالوا: تصدق على غني، الصدقة بتاعته وقعت في يد شنو؟ غني بالليل ظلمة. فقام قال: صدقة لغني. قال: فقام من الليلة الثانية فتصدق فأصبح الناس قالوا: تصدق على سارق. قال: والله أمس في واحد تصدق صدقت ذاته وقعت في يد حرامي. قال: صدقة لسارق. فأصبح فأمس الليل فجاء فتصدق فوقعت صدقته على يد زانية في صحيح البخاري. فأصبح الناس قالوا: تصدق على بغي. قالوا: فلعل الغني يتعظ فيتصدق، ولعل السارق ينكف عن السرقة، ولعل البغي تترك الزنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني كلها مقبولة كلها مقبولة، أنت بس أمره صدق.
وأولى الناس بالإنفاق الأهل، الأهل. عشان كده الحديث ذا أخذوا منه فائدة، فتؤخذ من أغنيائهم فترد شنو في فقرائهم، في فقرائهم، فقراء المنطقة. وعداك تاني في مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل تنقل الزكاة إلى بلد أخرى أو الذين أخذوا بظاهر الحديث قالوا في البلد نفسه، والذين أخذوا بالعموم قالوا يجوز أن تنقل إلى البلاد الأخرى، خصوصا إذا وجدت الحوجة في البلاد الأخرى. فالزول الصدق بعد الصدقة زي صدقة البهائم، البهائم ثلاثة، يا إما عزيزة عند قوما أو كريمة وهي من أنفس أموالهم غالية، يا إما رديئة، يا إما وسط. الزكاة تؤخذ من الوسط، عشان كده قال له وإياك وكرائم أموالهم، يعني لو في بهيمة كريمة إنسيدة ما تشيلها منه بالقوة، لكن لو بطيب نفس براه وداك خلاص ما وداك شيل الوسط. ولو شلت الكريمة بالقوة ده ظلم، عشان كده قال له واتقي دعوة شنو المظلوم، واتقي دعوة المظلوم. وإذا معاذ بحذروا من دعوة المظلوم رضي الله عنه من باب أولى شنو غيره، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فدي بعض فوائد الحديث. من فوائده أيضا قبول خبر الثقة، وأن العقيدة تؤخذ حتى من الواحد، لأن معاذا كان واحدا ومع ذلك أمر بهذا الحديث وبما فيه من العقيدة والصلاة والزكاة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا من عمى، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى. وفي ختام هذه الكلمة نشكر الجميع بعد شكر الله تعالى على حسن الاستماع وعلى حضورهم وتكبدهم المشاق، ونشكر أهل هذا المسجد لجنة ومصلين وإماما على إتاحتهم لنا هذه الفرصة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا. السنة يا جماعة ما عندها راس، دي أول فائدة. وبعد ذاك النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة بيّن في مسند الإمام أحمد، الأعياد دي اثنين بس ما في عيد ثالث، يا عيد الفطر يا عيد شنو الأضحى، ثاني ما في راس السنة وعيد الحب وعيد الأم وعيد السوسي وكله ما بجوز. فالأعياد دي كلها شنو ما بتجوز، وما بزول أصلا بيقدر يجوزها، الشغل لذاته براك الناس شايف، ولا في البيت ما تسوي لك حاجة، تسوي لك حاجة وما اللي قاعد يساي ما فيش والله. وبرة تراه انت شايف قاعدين اثنين اثنين زي ودبرك ويدعشوش سوا بناطلين وكلها، انت تحت شد بناطلين فوق بتلقى في شعر وفي واحدين ما في شعر. فنسأل الله التوفيق والسداد، جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على